تنمية المستدامة بأهدافها ال 17 وأهدافها الفرعية ال 169 تحتاج إلى محركات للنمو. محركات النمو بالمناسبة ليست شاغلا عربيا فقط، وأنا عارف أنه كعربي العرب يتمتعون بقدر عال من الغيرة على بلادهم وحساسية مفرطة، ولكن يعني لا يجب الانزعاج من الحق هنا، وإذا كنت منزعجا عد البحر المتوسط شمالا ولتذهب إلى الاتحاد الأوروبي. بيتكلم على موضوع التحديات أمام الاتحاد الأوروبي كإقليم أيضا، فبيتكلم من عنده نفس التحديات، تحديات في التنمية والنمو. في تقرير في غاية الأهمية صدر عن ماريو دراجي اللي كان رئيس وزراء إيطاليا وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي، وطلع تقرير بيتكلم عن أهمية الوصول لعدد أكبر من المحركات للنمو وصولا للنمو والتنمية بالاستثمار في الابتكار والاستثمار في الطاقة والاستثمار في الأمن والدفاع بالمعنى الشامل. وكل ده بيرجع مرة تانية للتمويل، وبيقول إن حالة الاتحاد الأوروبي بيقابل تحديات وجودية إن لم ينفق بتمويل جديد يبلغ 800 مليار يورو سنوياً أو 900 مليار دولار سنوياً. دي بلاد اسمها الاتحاد الأوروبي.